ابو درمه وتقف السلام عليكم. اسعد الله اوقاتكم بكل خير بدون اي مقدمات. اليوم جاءنا متاخر، خلاص شوفوا الشمس ما بين الا قرص الشمس، جايين عشان نغطي لكم افطار الصائمين في مسجد سيد الشهداء حمزه بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن ساداتنا الشهداء شهداء غزوه احد، وجمعنا بهم مع الحبيب المصطفى في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه الايات نزلت في اهل احد وما كان منهم من بطولات سطرت في هذا الميدان، فرضي الله عنهم وارضاهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه الاجواء قبيل اذان المغرب بدقائق يسيره، جايين عشان ايش؟ نسوي لكم تغطي عن سفر الافطار في مسجد سيد الشهداء. ان شاء الله انه نلحق شيء نصوره لكم. ما شاء الله، بس شوف في ناس جالسين يعني يجروا، في بعض الناس يكونوا ما شاء الله يوزعوا بعض الوجبات كذا خارج نطاق الوجبات اللي توزع رسميا في هذا المكان. طبعا الافطار الان في الداخل ما في، يعني داخل المسجد ما في الافطار، اصبح كله خارج نطاق المسجد. السلام عليكم ابو ناصر، حياك الله. هنا المدير الكبير ما شاء الله، حياك الله. نحن خادمين، خادمين ضيوف الرحمن. الله يكرمكم، الله يجبر بخاطركم، حياكم الله. الله يكرمك، انا ارسلت لك رساله الان سبحان الله. والله مشغول معك. الله يكرمك، يا سلام. تجي كذا، الله يجزيك الخير، الله يكرمك. الله يحييك. جايين كذا مع بعض الشباب. الله يكرمك. اشوف بس صاحبي، انا هذا صاحبي اللي هنا. طيب هو خلاص كذا ناس. مين هذاك؟ صاحبنا كذا سنابات كذا. ما شاء الله ما شاء الله، يعطيكم العافية، ما قصرت. ما شاء الله ما شاء الله، هذه سفر الإفطار ما شاء الله، اللهم بارك. الحمد لله أنه لحقنا كذا شوي. طبعا الإفطار فيه الظاهر وجبة رز كذا مع خبز، هنا صاحبنا جلال ما شاء الله، وهنا أبو ناصر ما شاء الله ما قصر، الله يعطيه العافية ما شاء الله. هذاك شوف ابو طنبوش يا عم. مين؟ هذاك ابو عبد الله، شوف هذاك الخير والبركه برضه ما شاء الله، ابو الفلينه الحمراء. الفلينه الحمراء ما شاء الله. هذاك علي ابو طربوش ما شاء الله، برضه الخير والبركه. حياك الاخ محمد ريس. لا لا اي خلاص ما عليك، انا اروح لعندنا. شوف هناك في كانه نقص ولا شيء، ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيكم العافية. لا لا بعدين بعدين أجي لك أنا بعدين. الله يكرمك ما شاء الله، الله يجزاكم خير. إيه الله يكرمك، خلاص بعدين بعدين والله ضيف الناس، الله يكرمك الله يجزيكم خير. هنا ما شاء الله البطيخ، أنا ما حقدر آخذ منك، أنا خليه والله أعطي الناس يعني، أنا الآن ما حقدر. ما شاء الله في بطيخ هنا وفي فواكه وشغل ما شاء الله مرتب. هذا أبو ناصر ما شاء الله توصلني ما شاء الله. الله يكرمك الله يجزيك، هذا مثلج هذه يبغى لها. والله انا ببرد عشان توصل للصايم. ما شاء الله، الله يكتب اجرك يا رب، ما قصرت الله يجزيك الخير. يلا خلينا نجي من هنا عشان صاحبنا يشوف اني هنا. ما شاء الله ما شاء الله. يا كابتن جلال، جلال سلام. واحد اجي لك بعدين. ها لا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الحمد لله انه لحقنا قبل الاذان، لانه انا جيت كان باقي على الاذان يمكن ربع ساعه. هلا هلا ما شاء الله ما شاء الله، يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ما شاء الله، اللهم بارك. وهناك في كمان للاخوات للنساء ايضا لهم مكان، جزاهم الله خير، وجزا الله خير القائمين على هذه السفر. انا ما اعرف يعني صراحه منهم الا الاخ ابو ناصر جزاه الله خير، يعني نشيط في هذا المكان، وانا يدي بردت وجلال ما كان يوصل، خليني اروح لعنده ما شاء الله. بسم الله
حي الله الشيخ جلال. أول شيء مسيك عني هذه لأنه باردة جدا، أنا يدي جمدة. وبرد عليك وبرد عليك. آمين يا رب. هذا أبو ناصر أنا مالي علاقة، الله يجزاه خير، يعني هو اللي مبردها. يعني هو ما شاء الله في التوصيل. هو حريص يعني إنه ما شاء الله إيش؟ ما شاء الله. إنه يعطيها للصائمين مبردة جاهزة ما شاء الله. إيش رأيك تدينا دعوة جميلة كده؟ يا سلام يا سلام. إيش نكتب عليها دعوة جميلة كده؟ اللهم أطعم جائع المسلمين. يا رب. بس كده. بس. وصلت. عشان الناس لما تصور اكل يقولوا انت ليش قاعد تصور اكل وكذا، عشان ما يعترضوا يعني البعض احيانا اكل، يعني انت كنت تصور اكل او تصور بعض الافطار شايف إيه. اللهم توصيل رساله جميله نافعه لقلب المدينه. يا سلام. والمقصد منها اني انا مثلا بروح اصور اكل او بصور اي حاجه ثانيه. يا سلام. هذه تعتبر من العادات الجميلة جدا، الحمد لله اللي ما زالت موجودة في المدينة. ما شاء الله جميل جدا. هذا شيء جميل انه زيك ما شاء الله الشيخ محمد الله يسعدك انت بتوصل هذه الرسالة الجميلة الى العالم، ما تعرف ممكن سبحان الله توصل لاقصى انحاء العالم ان شاء الله لدرجة جدا صغيرة ان شاء الله تسوي مثل اي هذا هو. هذه العادات يمكن ما هي موجودة في دول ثانية. فعلا يكون لك الاجر في توصيل هذه الرسالة. وهنا الاخوات ما شاء الله ايضا لهم مكان ولهم افطار. الحمد لله. فاللي حابب انه يجي حياه الله. ابو ناصر ما شاء الله قائم على السفر، تعرفت عليه من السنه الماضيه ما شاء الله، ومعاه ابو عبد الله برضه ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاه خير. الله يكرمك ما شاء الله. الله يعطيك العافيه، فضحتنا قدام الناس. الله يكرمك يا رب. الله يجزاه خير. الله يكرمك. الله يكرمك. ما في داعي يا ابو ناصر، ما في داعي يا ابو ناصر. الله يكرمك. احرجتنا انا كذا امشي بعدين. ها الله يكرمك. الله يجزاك خير. انا بوصلك اياه اقول لك غني عن التعليم ما شاء الله. الله يكرمك. الله انا من الناس اللي اهتاب. الله يكرمك. الله يجزيك خير. الله يكرمك يا رب ما قصرت والله. ما شاء الله ابو عبد الله من ضمن الناس. ما شاء الله يا ابو عبد الله ابو الفنيه الحمراء ما شاء الله. الله يجزاه خير ما قصر. الجميع كلهم كل الشباب اللي ما شاء الله شغالين ما شاء الله. اي والله الله يجزاكم خير ما قصرت. اي والله اي والله اكيد اكيد بلا شك. الله يجزاكم خير كلكم جزاكم الله خير. اي والله ما قصر ما قصرت. الله يعطيكم العافيه. والحكومه هي والله مسحلتنا. الحمد لله الحمد لله. الله يجزاكم خير ما قصر. خلاص باقي دقيقة واحدة، باقي دقيقة على الإفطار ما شاء الله. هنا جبل الرماة ما شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. فهذا الرطب ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزاهم خير. الصوت الجميل الله يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الأعمال. إطلالة جميلة على جبل أحد ما شاء الله. حي الله الشيخ. اسمك ايش؟ ناصر. ناصر أبوك هذا؟ أبوك هذا ما شاء الله. تاب الله يكرمك يا رب. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. الله كلكم عينين في راس. الله يكرمك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. الله يتقبل من الجميع. الله يعطيك العافيه. ما نسيت ابارك لك. هذه الفكره لا خلاص وصلت مباركه. هذه الفكره والله فكره جميله. انه تعطوه رمي في السله او ما عنده مكان يشيل الزباله. ايوه ايوه خلاص يحطها بالكيس. توزعوا لهم اياها وخلاص اللي يبغى ياخذ ياخذ كيس. والله انت تشوفون قاعدين. اي خلاص ما شاء الله. الله يكتب اجركم ما شاء الله.
يعني ايش المقصد؟ المقصد مثلا بيزيد ايام زي الخبز، في بعض الناس يبغى ياخذ الخبز معاه يحطه بالكيس كده وخلاص ياخذه معه، فهذا شيء جميل طيب، يعني مبادرة طيبة، بدل ما انه يعني للأسف الخبز ايه بدل يعني في كثير من الخبز يرمى مثلا، هذه وضع اي لا لا يلا يا ناصر اشتغل كده وزع لك يا وزع يلا سبوة سهلة سبوة سهلة لقمة سائغة يلا الله يوفقه يا رب يعني شوفوا زي هنا مثلا بياخذ التمر الزائد بيحطه بالكيس بيحتاجه، في بعض الفواكه يحطها مثلا زائدة زي هنا في موز مثلا كله يحطها بالكيس، زي هذه مثلا الموية زائدة يحطها في الكيس ويأخذها معاه على البيت، يعني هذه فكرة الأكياس هذه وتوزيع الأكياس، فكرة ما شاء الله جدا طيبة جزاهم الله خير. شوفوا هنا قائمة هذه الفكرة خلاص ضبطوها ما شاء الله الله يكتب أجر ما شاء الله، تجربة كانت جميلة، واللي من أهل المدينة حاب إنه يجرب بس حاول إنك تجي بدري، يعني اليوم أنا جيت متأخر ما حصلت مكان أبدا ما شاء الله. ها هلا أي هذا هو أنا صورت كذا شخص ما شاء الله الله يجزاكم خير هذا هو أين أعطيه كيس الشيخ يبغى كيس وين الأخ يبغى كيس منا باللوم منا العيش بس تمام باللوم منا العيش باللوم منا الزوايا يا سلام اي لا اكيد اكيد ولا تنكب اي اكيد 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 يعني ما شاء الله الرز اللي باقي نص الصحن الله يهديهم بعد الاخوان ياكل النص ويترك النص صحيح والله بنشوفه بنحطه لوحده يا سلام يا بنحطه للطيور اي بس بيساس بشيء جميل هذا هو يا سلام عليك هذا القصد يعني الله يكتب اجرك ما شاء الله نحاول قدر ما نقدر تحافظ على النعمه هذا هو اي نعم الحمد لله الله يرزقنا شكر هذه النعمة.